أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبة ولي أمرك وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة، ومن المقربين. آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير نكمل البحث في الدولة المارقة، وعندنا الشاهد 25، الشاهد 25. إذن عندنا الشاهد 25: جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا النص القرآني بمفرده بانفراده كافي للدلالة على وجوب الإمامة والإمام، ووجوب تنصيب الإمام من الله سبحانه وتعالى، وتحديد الإمام من الله سبحانه وتعالى، وتشخيص الإمام من الله سبحانه وتعالى. الملائكة العقول النورانية التي لا تسبق الله بالقول لم يؤخذ برأيها، لم يؤخذ بإجماعها، لم يؤخذ برأي أهل الحل والعقد منها لتحديد الخليفة ولجعل الخليفة ولجعل الإمام وتحديد الإمام. الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه العقول النورانية الملائكية والملكوتية، واختار بنفسه وجعل بنفسه الإمام والإمام، جعل الخليفة بنفسه، تصدى لتحديد وتشخيص الخليفة بنفسه سبحانه وتعالى. هذا الحال مع الملائكة، فكيف مع البشر؟ فكيف مع الناس؟ فكيف مع من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ بتصريح الملائكة وبإقرار الله سبحانه وتعالى لهذا التصريح ولهذا الإعلان من الملائكة. إذن جاعل في الأرض خليفة عندنا تحت هذا العنوان، تحت هذا الشاهد. أولا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير أليف. قال ابن كثير: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. لاحظ ماذا قال ابن كثير؟ قال يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم. ما هو الامتنان هنا؟ قال بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل واذكر يا محمد إذا قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. التفت جيدا. هذا ابن كثير كما قلنا هو من يعني الأئمة التي يرجع إليها المارقة، من أئمة المارقة، من أئمة التوحيد الجسمي. التفت: ما هي المنة من الله بخصوص بني آدم؟ يقول: مجرد التنويه بذكرهم قبل خلقهم هذا هو إكرام لبني آدم، هذا هو التشريف لبني آدم،
هذه خصوصية لبني آدم. ويقول أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك، افتخر بهذه الخصوصية، اجعل قومك يفتخرون بهذه الخصوصية بأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بذكرهم قبل أن يخلقوا، قبل إيجادهم. إذن لماذا هذا امتنان وجعل الإمامة والإمام أيضا قبل أن يخلق بنو آدم، وقبل أن يخلق الأئمة، وقبل أن يخرج آدم من الجنة، وقبل أن يبدأ التكليف على الأرض وفي الأرض، وقبل أن يوجد مع آدم من البشر، من المجتمع، من الناس، يحكم بينهم، يحصل التنازع بينهم فيحكم بينهم، فتكون ضرورة لوجود الإمامة. قبل كل هذا شخص وجعل وخلق الخليفة وخلق وجعل الإمام، أليس هذا بامتنان وتشريف وخصوصية؟ أقول إذن تفسير ابن كثير أليف، قال ابن كثير يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله وإذ قال ربك الملائكة، أي واذكر يا محمد إذا قال ربك الملائكة واقصص على قومك ذلك إني جعلهم في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، التفت جيدا، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. من القائل هذا؟ ابن كثير يقول هذا، التفت أن ينظر، يقول قرن بعد قرن، ينظر إلى الحقب الزمنية، زمان بعد زمان، حقبة زمنية بعد حقبة زمنية، قطعة زمنية بعد قطعة زمنية، عصر بعد عصر، ويتحدث عن جيل، يقول وجيلا بعد جيل، يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل. أيضا إشارة هنا، أقول عندما تتحدث عن جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، إذن تتحدث عن جنس واحد من المخلوقات، تتحدث عن ملائكة، فيصح ويناسب أن تذكر فيها الجيل بعد الجيل. يتحدث عن، لو كان يتحدث عن الجن، إذن يصح ويناسب الحديث عن الجن أن تقول جيلا بعد جيل، وإن تحدث عن البشر، عن الإنسان، أيضا يناسب أن يقال فيه جيلا بعد جيل، أي يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. لكن هل يصح أن تقول في خلافة، لو صحت الخلافة من الجن إلى الإنسان إلى بني آدم، هل يصح أن تقول أو يناسب أن تقول جيلا بعد جيل للتعبير على أنه تقصد بني آدم بعد الجن؟ هل هذا الجيل من هذا الجيل؟ هل الإنسان من جيل الجن؟ هل يصح هذا باختلاف الأجناس، باختلاف المخلوقات؟ هل يناسب هذا؟ مجرد إشارة، وسيأتي الكلام إذا شاء الله سبحانه وتعالى. يكمل ابن كثير في أليف، كما قال تعالى أي يقول أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هذا الكلام، هذه الشواهد القرآنية التي أتى بها ابن كثير تؤكد ما ذكرناه قبل قليل عن معنى جيل بعد جيل، يقصد به جيل من البشر بعد جيل من البشر، جيل من بني آدم بعد جيل من بني آدم، جيل من الإنسان بعد جيل من الإنسان. لماذا قال هذا؟ لماذا تحدث عن جيل بعد جيل؟ ربما سنهتدي لمعرفة الغرض، والله العالم. يقول وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. لاحظ هذه الخطوة الأخرى، يقول وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. الآن اقتربت الصورة عندكم، اتضح الأمر. الآن يريد أن يتجه ابن كثير، ما هي الوجهة؟ التفت جيدا،
عندك جعل إلهي، تشخيص وتحديد إلهي لمن؟ للإمام، للإمامة وللإمام، للخلافة وللخليفة. التفت جيدا، الانصراف الأول والظهور والنص بآدم، آدم فرد أم مجموع؟ آدم فرد أو جيل؟ فرد أو مجموع؟ شخص أو مجتمع؟ مجموعة أشخاص؟ فرد أو جيل؟ التفت، من هنا يريد أن ينطلق إلى بحر التدليس حتى لا يبقى أي خيط، أي منفذ، أي طريق، أي رافد للإمام والإمامة والتشخيص والتحديد وجعل وخلق الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. فيقول جيلا بعد جيل، أي مجموعة بشرية بعد مجموعة بشرية، هذه هي الخلافة، وهم الخلاف، هذه المجموعة تختار بالإجماع أهل الحل والعقد، وبطرق أخرى بالمكر، بالخداع، بالقتال، بالإرهاب، بالتفجير، بالتفخيخ. المهم يصعد هذا على الكرسي وعلى السلطة ويتمكن من رقاب المسلمين وأموال المسلمين وأراضي المسلمين، فيكون هو الخليفة، ولا مدخلية لله ولجعل الله ولخلق الله في هذا الأمر. أقول هنا خطوات، إذن ربما بعض الكلام يذكر خلال هذه الخطوات. أقول هنا خطوات. خطوة أولى، أقول تفسير مخالف لمنهجه التيمية التجسيمي الأسطوري في المنع والتحريم للتأويل في المعاني، فبالرغم أن العبارة وكلمة الخليفة مفردة وواضحة في الخلافة الحقيقية للشخص، مورد الكلام والإشارة الذهنية لشخص، هذا الشخص هو مورد الكلام ومورد الإشارة الذهنية، إذن واضحة في الخلافة الحقيقية، كلمة الخليفة مفردة وواضحة في الخلافة الحقيقية لشخص مورد الكلام والإشارة الذهنية أو الذكرية في الكلام، لكن ابن كثير التجأ لتأويل المعنى فتحدث عن خلافة قوم، بل عن خلافة قوم لقوم، لم يتحدث عن خلافة قوم لنقل قوم البشر، قوم بني الإنسان، قوم بني آدم، عن قوم الجن، لا، وإنما تحدث خلافة قوم عن قوم وجيل عن جيل. فنقل القضية، التفت جيدا، نقل القضية من خلافة البشر، خلافة آدم، خلافة الخليفة الإلهي المجعول، نقل هذه القضية، جعل هذه القضية من شخص، من خليفة شخص، من إنسان معين، من شخص معين، من آدم المعين، إلى قوم من البشر، إلى جيل من البشر، وبعد هذا نقل الخلافة من خلافة بشر لجن، جعل الخلافة بين بني البشر من جيل إلى جيل. أقول لكن ابن كثير اتجأ لتأويل المعنى فتحدث عن خلافة قوم، بل عن خلافة قوم لقوم، وهذا بعيد جدا عن المعنى ويصعب التأويل إليه إلا بتكلف ومؤونة شديدة. فليتكرم علينا شخص ويبين لنا ما هي الألفاظ والصيغ في النص القرآني التي تدل على أن المراد ليس فقط القوم، بل القوم بعد القوم، بل أكثر من هذا. نقول ليتفضل علينا ويأتي بالألفاظ والصيغ في النص القرآني التي تدل على أن المراد ليس فقط آدم وشخص آدم ولا القوم، بل نريد أن يثبت لنا أنها تدل على قوم بعد قوم. التفت جيدا، نريد أن نثبت أنها قوم بعد قوم، من أين؟ من بين البشر. نريد منه أن يأتي يبين لنا ما هي الألفاظ والصيغ في النص القرآني التي تدل على أن المراد ليس فقط آدم وشخص آدم عليه السلام، ولا القوم من البشر يخلفون من سبقهم، من أين؟ من الجن في الخلافة، بل نريد أن يثبت لنا أن المراد هو القوم من البشر أو من بني آدم بعد القوم من بني آدم. نريد أن يثبت هذا من هذا النص، من الألفاظ التي في هذا النص، وبدون تأويل، لأنهم لا يقبلون بالتأويل ويكفرون على التأويل. الخطوة الثانية، والغريب جدا أن يصدر من ابن كثير هذا الكلام حيث يأتي بشواهد قرآنية تدل على خلاف ما يريد، فكل الشواهد التي أتى بها هي بصيغة الجمع. ماذا ورد فيها؟ خلائف، خلفاء يخلفون، والتي يمكن الاستفادة منها القوم والأقوام
التي يخلف بعضها بعضا. هذا من أين ممكن الاستفادة؟ من خلائف وخلفاء ويخلفون، هذه يمكن الاستفادة منها القوم والأقوام التي يخلف بعضها بعضا. خطوة أخرى أقول، والغريب أيضا أنه بعد أن أتى بصيغ الجمع خلائف خلفاء يخلفون، فرع عليها صيغة المفرد فقال وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام، وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام. أقول وهذا قياس باطل، أي ليس قياسا منطقيا، والصحيح في القياس أن يفرع على كلامه النتيجة، يقول وليس المراد ها هنا بالخلائف أو الخلفاء أو الذين يخلفون آدم عليه السلام، ليس المراد بها بالخلائف والخلفاء والذين يخلفون آدم. انتبه جيدا. النتيجة أقول وهذا القياس ليس قياسا منطقيا، والصحيح في القياس لا يقول ليس المراد ها هنا بالخليفة آدم، لأن الخليفة غير الخلائف والخلفاء ويخلفون. هذه مادة من مواد هذه مادة جديدة، ليست من مواد المقدمة الأولى ولا من مواد المقدمة الثانية. صيغة المفرد والجمع لها، والجمع لها هنا مدخلية في تحديد المعنى وتشخيص المعنى، والنص القرآني وما ذكر فيه من آيات أخرى تدل على أن الكلام والخصوصية، وكل من فهم هذا الأمر إلا المارقة بأن المقصود هو آدم سلام الله عليه، ومورد الخطاب هو آدم سلام الله عليه، والمشار إليه هو آدم سلام الله عليه. طبعا الإشارات المعنوية، نحن لا نقول بالإشارات الخارجية من الله سبحانه وتعالى. إذن يقول هذا قياس باطل، أي ليس قياسا منطقيا، والصحيح في القياس أن يفرع على كلامه النتيجة، وليس المراد هنا بالخلائف أو الخلفاء أو الذين يخلفون. أقول ولكن هذا أيضا حتى لو أتى بالخلفاء والخلائف والذين يخلفون، يعني أتى بهذه المواد في النتيجة، تصح هيئة القياس لكن لا تصح النتيجة. أقول لكن هذا أيضا لا يتم، لأن صيغة الجمع لا تناسب مع الذكر آدم عليه السلام الذي أتى بصيغة المفرد. خطوة أخرى أقول مع ملاحظة أنه لو قال الشخص أن المراد بالخلفاء آدم عليه السلام لأمكن الرد عليه مباشرة بأن هذا الكلام غير تام، لأن آدم شخص مفرد، فهو ممكن أن يكون خليفة ويناسب معه استخدام لفظ خليفة، لكن لا يصح أو لا يناسب أن يكون آدم عليه السلام خلفائه، ولا يصح أو لا يناسب أن يستخدم معه لفظ خلفاء وهي بصيغة الجمع. هذه الخطوة الخامسة تفسير للخطوة الرابعة لما قلناه عن بطلان القياس المنطقي. أقول خامسا مع ملاحظة أنه لو قال شخص أن المراد بالخلفاء آدم لأمكن الرد عليه مباشرة بأن هذا الكلام غير تام غير مناسب، لأن آدم شخص مفرد فهو ممكن أن يكون خليفة ويناسب معه استخدام لفظ خليفة، ولكن لا يصح أو لا يناسب ما أن يكون آدم عليه السلام خلفاء، ولا يصح أو لا يناسب أن يستخدم أو يستخدم معه لفظ خلفاء وهي بصيغة الجمع. خطوة أخرى سادسة أقول نعم مع التأويل يمكن ذلك، لكن لا يصح التأويل مع عدم وجود قرينة مناسبة تصرف المعنى من المعنى الحقيقي والأقرب والمنسبق 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 إليه المعنى والمنسبق إلى المعنى المجازي، يعني تصرف المعنى من المعنى الحقيقي والأقرب والمعنى المنسبق إلى المعنى المجازي والأبعد والمؤول إليه. خطوة أخرى أقول وعدم الصحة تتأكد عندما يكون الشخص ممن لا يقول بالتأويل بل يمنع التأويل ويكفر من يقول بالتأويل بل يحرم التأويل حتى مع استلزامه تشبيه وتجسيم الخالق وتسفيه سبحانه وتعالى. إذن أقول نعم مع التأويل يمكن ذلك، لكن لا يصح التأويل مع عدم وجود قرينة مناسبة تصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، تصرف المعنى من المعنى الأقرب إلى المعنى الأبعاد، تصرف المعنى من المعنى المنسبق إليه الذهن إلى المعنى المؤول إليه. أقول وعدم الصحة تتأكد عندما يكون الشخص ممن لا يقول بالتأويل بل يمنع التأويل ويكفر من يقول بالتأويل بل يحرم التأويل حتى مع استلزامه تشبيه وتسييم الخالق وتسفيهه سبحان الله وتعالى عما يقولون ويفترون. باء، لا زال الكلام مع ابن كثير. باء قال ابن كثير إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة
أو لما حسن، إذ لو كان ذلك لما حسن، أو لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لما حسن هذا القول، لما حسن هذا القول منهم. يقول ابن كثير، يقول فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أن لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يقول وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك. قال الله تعالى مجيبا لهم على هذا عن هذا السؤال والكلام لابن كثير، يقول إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف، إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن من يقول هذا؟ ابن كثير يقول إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف من هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم. فإذا كانت الملائكة التي لا تسبق الله بالقول شخصت التشخيص الخاطئ، استفهمت عن أمر لا تعلم به، فأين العقل؟ أين النورانية؟ أين الصدق؟ أين الواقع من الملائكة؟ أين القول الإلهي عند الملائكة؟ وهل يقارن هذا مع بني الإنسان؟ وفي نفس المقام يشخص بأنه سيحصل الفساد منهم ويحصل سفك الدماء منهم. إذن هل يترك الناس؟ هل يترك لهؤلاء الفاسدين؟ هل يترك لأكثر الناس التي تحيد عن الحق وتنصرف عن الحق وتكره الحق؟ هل نترك لهؤلاء أن ينتخبوا ويختاروا الخليفة، يختاروا ويحددوا الإمام؟ هذه المصلحة الراجحة في الخلق هل تترك بهذه الصورة؟ يترك الأمر للناس، لعموم الناس، لجنس الناس المتصف بالفساد وسفك الدماء؟ هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمصلحة الراجحة فقط في هذا الأمر، فخلق مجموعة من البشر، ملايين مليارات من البشر، أكثرهم للحق يكره ويجحد ويكفر بالحق، فكيف يجعل لهؤلاء الخصوصية والاختيار للخليفة للإمام؟ يقول ابن كثير قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون. لاحظ هو الذي يقول سأجعل فيهم الأنبياء، إذن من الذي يجعل؟ الله يجعل فيهم الأنبياء. ومن الذي يرسل الرسل؟ الله يرسل الرسل، والله يرسل الخليفة ويرسل الإمام ويجعل الإمام ويشخص الإمام، ومورد الآية هو في تحديد الإمام، في تشخيص الإمام، في جعل الإمام، في خلق الإمام. ويوجد منهم صديقون، الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله عليهم. ونصوص كثيرة تدل على انطباع جنس الإنسان بالانحراف عن الحق والكره للحق ومحاربة الحق ونصب العداء للحق وأهل الحق. قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق
وظهر أمر الله وهم كارهون. وهذا أيضا خطاب للصحابة، يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هؤلاء من؟ هؤلاء من الصحابة. هذا خطاب للصحابة، لمنافقي الصحابة أين ذهبوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد وفاة الخليفة الأول، بعد وفاة الخليفة الثاني، بعد وفاة الخليفة الثالث، بعد رحيل الخليفة الرابع أمير المؤمنين سلام الله عليه، أين ذهب هؤلاء المنافقون؟ هل انتهوا؟ هل انتهوا؟ هل انتفوا؟ هم موجودون ولهم التأثير والفعل وتوجيه الأمور. يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هؤلاء يؤدون الصلاة، هؤلاء ينفقون، يؤدون الزكاة، يعطون الزكاة. إذن هم من المسلمين، هم من الصحابة، فمن أين يميز هؤلاء عن الآخرين؟ ومع وجود إبليس ومع وجود الدجال ومع وجود شياطين الجن والإنس. وقال تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وسيأتي الكلام الذي يناسب أيضا ما ذكرناه هنا. إذن يقول ابن كثير وقيل إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحال ما ذكرتم لا تعلمونها. يقول إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء. إذن نفس الكلام يجري هنا، الله أعلم بالمصلحة ومن المصلحة الراجحة في خلق الإمام المهدي عليه السلام على المفاسد التي ذكرتموها، على الاستخفاف والسخرية والجهل الذي أنتم فيه عندما تسخرون من المهدي سلام الله عليه وسرداب المهدي وتأتون بعناوين للاستخفاف من المسردب وغير المسردب. الله يعلم بالمصلحة الراجحة، يعلم بالحكمة المفصلة، كما علم سبحانه وتعالى بقضية الدابة وبقضية الحوت وبقضية أصحاب السبت والقردة والخنازير وبغيرها من آيات ذكرت في القرآن أو ذكرت في باقي الكتب السماوية أو وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيات الله سبحانه وتعالى بما تحقق وما يقال عن أمور لا يتقبلها، لا يتقبلون هذا بعض العقول، بعض البشر، بعض الناس، بعض المجاميع، كل المارقة، أهل التكفير لا يتقبلون هذا للطعن بالحق وبأهل الحق، الطعن بالرسالة وبصاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذن نكمل ابن كثير يقول وقيل إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلب منهم أن يسكن الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى ذلك إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. التفت جيدا، بمجموع الملائكة، بمجموع الملائكة اختاروا، أجمعوا على شيء، أجمع الملائكة، أجمع، لاحظ ليس فقط أهل الحل والعقد من الملائكة وإنما كل الملائكة، وإبليس ليس من الملائكة، أجمعوا على أمر وتبين أن هذا الأمر قد خالف الواقع، فكيف يحصل إجماع من بين البشر، من بين الإنسان، من جنس الإنسان، من أهل الحل والعقد من عند الإنسان وفي بني الإنسان الذي لم يشخص معنى، لم يشخص أصلا هذا المعنى ومن المقصود بهم، فكيف يحصل عندهم تشخيص المصلحة مقابل التشخيص الإلهي للمصلحة؟ قال ابن كثير ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. جيم. ثم قال ابن كثير ذكر أقوال المفسرين، ذكر أقوال المفسرين في المسألة، أيضا نحن أتينا بهذه الأقوال يعني للنقاش كما بينا قبل قليل وللتعليق،
ولتقريب الفكرة ولتهيئة الأذهان لتقبل ما نريد أن نؤسس في أذهان الناس من قضية الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي وقضية اليوم الموعود وعلامات الساعة. وأيضا في نفس الوقت نقول كما تطرح هذه الأقوال كمصطلحات كمحتملات كأطروحات كأقوال، فأين أقوال أهل البيت؟ أين خط أهل البيت؟ أين أئمة أهل البيت من هذه المحتملات؟ يا أيها المارقة ويا من انقاد للمارقة جهلا وقصورا أو تقصيرا. جيم ثم قال ابن كثير ذكروا أقوال المفسرين. قال السدي في تفسيره إن الله تعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم بعضا. لاحظ السدي الكلام واضح لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى مزيد من التفكير، لا يحتاج إلى مؤونة لتشخيص المعنى. لاحظ التفت إلى السدي الكلام واضح مع من موجه، لمن؟ لخليفة، لشخص، لآدم، لشخص آدم عليه السلام. بعد هذا يأتي الكلام، التفت جيدا، نحن لا نرفض هذا، لا نرفض الخلافة تأتي بعد هذا ولا نرفض ما ذكر في النصوص القرآنية التي أتت بصيغة الجمع، لا، وإنما نحن الآن نتحدث في مع هذا النص، مع جعل خليفة. من المقصود هنا؟ من المشعور هنا؟ هل هو القوم أو آدم؟ التفت السدي، التفت إلى هذا. الآن كيف عرف الملائكة أنه يوجد فساد، يوجد سفك دماء؟ لاحظ هذا يعرف بالملازمة. بعد هذا خليفة على من؟ حاكم، إمام يحكم بين متخاصمين، من هم المتخاصمون؟ يأتي الكلام بعد هذا عن ذرية آدم، عن المجتمع الذي سيكون فيه آدم وسيحكم فيه آدم. التفت جيدا إلى هذا الأمر، هذه قضية مهمة. وأيضا هنا سجل هذا الأمر أيضا، الحقه بما سبق أو تذكره هنا. لاحظ عندما يريد أن يخرج القضية من آدم سلام الله عليه ويجعل القضية عبارة عن قوم بعد قوم، عبارة عن جيل بعد جيل، عندما يفعل هذا المارقة ماذا يراد منه أيضا؟ لاحظ يراد أن يجعل الملازمة بين الحكم والتصدي للحكم والجلوس على كرسي الحكم والتسلط مع الإمامة، مع الخلافة الإلهية، مع الإمامة الإلهية، وهذا الذي نؤسس لخلافه. هذا هو منهج الباطل، هذا هو منهج إبليس، هذا هو منهج الدجال، هذا من يهيئ للدجال. نحن نقول الإمامة مجعولة، الإمامة إلهية، وتشخيص الإمام وجعل الإمام بجعل إلهي لا علاقة له بتصدي الإمام للسلطة وللحكم وجلوسه على كرسي الحكم أو عدم ذلك، كما هو حاصل لحد الآن مع الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم، إلا قلنا ما إلا مع البعض النادر الأندر. إذن السدي فهم ما قلناه وما نقوله. قال إن الله تعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ هذا الشخص الإنسان آدم المشار إليه ماذا قال؟ قال تعالى يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم بعضا. لاحظ قال ابن جرير أيضا كلام لابن كثير، هو قال سأتي ذكر أقوال المفسرين. يقول قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا، إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. ماذا يقصد ابن جرير هنا؟ لاحظ تحدث عن حقبة زمنية، عن قرن بعد قرن، إلى هذا المقتطع الذي أتى به ابن كثير عن ابن جرير وحسب المصدر الذي عندي أتى، قال هي خلافة قرن بعد قرن. فماذا يريد هنا ابن جرير؟ يريد ما ذكره أيضا ابن كثير بعد هذا. يقول قال ابن جرير عن ابن عباس، التفت ينظر إلى حقبة زمنية، حقبة الجن وبعد هذا حقبة بني آدم. قال ابن جرير عن ابن عباس إن أول ما سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا، قال فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها.
فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. التفت جيدا. إذن هنا أيضا خرج الفساد وسفك الدماء من بني آدم أصلا، وتحدث عن آدم بما هو آدم، بشخص آدم، بفرد آدم. قال هو الذي خلف الأرض ما بعد الجن، صار خليفة في الأرض، صار من سكنة الأرض وسكن الأرض بعد الجن. يقول ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. وأيضا يقول ابن كثير قال قتادة، فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. طبعا بعض القراء حتى يخلص من هذه لا نعلم ما هو الأساس، لكن قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ليست هذه القراءة، وإنما يوجد تعريف هنا، قال إني جاعل في الأرض خليقة حتى يصح ويتم يقال وما يراد أن يغرر به، فيكون الخلق بعد الخلق والجيل بعد الجيل والقوم بعد القوم. قال قتادة، فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. دال، لا زال كلام مع ابن كثير. دال، ثم قال ابن كثير وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة. إذن من ابن كثير يقول وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن تنصيب، لاحظ وجوب تنصيب الخليفة، وجوب تنصيب الإمام من أين؟ الوصية بالإمام من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن وجوب تنصيب الإمام من الله سبحانه وتعالى. إذن لو تصدى شخص لتنصيب الإمام، للإشارة إلى تنصيب الإمام، لتشخيص الإمام، للوصية بالإمام أو بتشخيص الإمام أو باختيار الإمام، لو أوصى بهذا، هل هذا العمل إسرائيلي؟ هل هذا العمل سبئي يهودي؟ ماذا تقولون للمارقة عندما يأتي الحديث عن مجرد عنوان الوصية ينكرون كل ما أتى من ألفاظ وعبارات ومعاني قرآنية ونبوية عن الوصية؟ لماذا حتى لا ينصرف الذهن إلى ما يقال عن الوصية بالإمام؟ الوصية للإمام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام الذي يكون بعده. إذن وجوب نصب الإمام قد دل عليه القرآن. يقول وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن التعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن، لاحظ، التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سجل هذه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة، يعني مقدمة الواجب واجبة. ما هو الدليل على أن مقدمة الواجب واجبة؟ ابحث وستجد. هل يوجد نص قرآني على هذا؟ هل يوجد حديث نبوي على هذا؟ لا يوجد. إذن من الذي حكم بهذا؟ من الذي أدرك هذه الحقيقة بأن مقدمة الواجب واجبة؟ سنعرف أن هذا من مدركات العقل. إذا كان العقل يحكم ويدرك هذه الحقائق، يدرك الوجوب، فلماذا يؤخذ على المعتزلة وعلى الشيعة عندما يتحدثون عن العقل وإدراكات العقل؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذا. التفت جيدا. يقول ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا ماذا يريد أن يقول؟ يقول الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع تنازع الناس والانتصار لمظلومهم من ظالمهم وإقامة الحدود والزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة. يقول هذه واجبة، هذا واجب، وهذه لا تتم إلا بوجود الإمام، إلا بوجوب نصب الإمام، وإلا بنصب الإمام وتنصيب الإمام. إذن يكون تنصيب الإمام واجب، إذن وجود الإمام واجب، لأن وجود الإمام
مقدمة للفصل بين الناس وقطع تنازع الناس والانتصار لمظلومية الناس وإقامة الحدود، ومقدمة الواجب واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تنصيب الإمام واجب، نصب الخليفة واجب. يقول والإمامة تنال بالنص، والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر. التفت إلى هذه، والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أما بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه، أي بالإيماء إلى الإمام كما يقول آخرون منهم أيضا في أبي بكر حسب سياق الكلام، أو باستخلاف الخليفة آخر، أو باستخلاف الخليفة لخليفة آخر، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه مشورة في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا، لاحظ التفت جيدا، يعني لما يأتي ابن كثير بما ذكره هنا وقال وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله العالم، ولم يعطي رأيه هنا بالسلب أو بالإيجاب، وحكى هذا، ويأتي الإنسان يقرأ هذا المعنى، ماذا سيقال عنه؟ هل هو يقر بهذا؟ هل يوافق هذا الكلام أو لا يوافق هذا الكلام؟ فإذا كان لا يوافق وأعطى هذا المعنى بدون أي تعليق، فقد غرر بالمتلقي، غرر بالقارئ، وهو في مقام بيان، في مقام النصح، في مقام الأمر والنهي ابن كثير، فلا يعقل أن يأتي بهذا ولا يريد هذا ويغرر بالقارئ، إذن هو يريد هذا. هذا رد على المارقة، على جهال هذا الزمان وآخر الزمان وفي كل زمان، عندما يأتي ابن تيمية بأقوال وآراء آخرين في مقام الاستدلال والبيان والرد والبرهان وحشو الكلام، يقولون هذا يريد به الرد، لا يقول به، لا يقصد هذا، هذا ليس رأيه، ويأتي كلام إذا شاء الله. يقول ويجب، ذكرنا هذا، يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبير بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة والروافض، ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ يقول فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، جهارا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. سنسلم معكم مع هذا الكلام ومع هذا الحديث، فلماذا تخرجون الآن على الحكام؟ لماذا تخرجون على النظام، على العساكر من هذه الدولة أو من تلك الدولة، في هذه الدولة أو في تلك الدولة، لماذا تخرجون على الناس؟ يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أين الكفر البواح وأين البرهان من الله؟ والآن أشر بإصبعك بيدك بذهنك إلى أي حاكم من الحكام، هل صدر من حاكم من الحكام من يخرج عليهم الآن، من يخرج عليهم المارقة، هل صدر منه من الحاكم كفر بواح فيه برهان من الله أكثر مما صدر من يزيد من الحكام المارقة الفاسدين من الحكم الأموي؟ هل يوجد؟ لا يوجد. وأولئك الفسق الفجراء الذين صدر منهم الكفر البواح فعلا وفيه برهان من الله، لم تعزلوا هؤلاء، لم ينعزل أولئك، وبقوا على الإمامة، بقوا على العدد المحدد المشخص المصابي من الاثني عشر من الأئمة من الخلفاء. فلماذا إذن تخرجون على حكام هذا الزمان يا مارقة؟ يقول فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع
يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا قول الجمهور. والآن أيضا نقول كم حاكم عندنا؟ عندنا حاكم محاكم 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 في البلاد الإسلامية، عندنا عشرات الحكام. الآن ألا يوجد حاكم واحد من هؤلاء الحكام؟ نكتفي بحاكم واحد من هؤلاء الحكام من حكام البلاد الإسلامية، حاكم واحد لم نرى منه ولم يرى منه الناس ولم يرى منه المارقة كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، يوجد أو لا يوجد؟ على الأقل يوجد واحد. إذن هذا هو الإمام. فإذا كان هذا هو الإمام، ماذا تخرجون إذن يا مارقة ضد هذه الدولة أو تلك الدولة أو هذا الحاكم أو ذاك الحاكم، وتعملون وتفعلون وتؤسسون لإمامة جديدة ولإمام جديد؟ فينطبق عليكم هذا القول: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوا كائنا من كان. ينطبق عليكم قول ابن كثير: فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز. وقلنا يوجد إمام على الأقل، يوجد حاكم واحد، إذا لم نقل كل الحكام أو أكثر الحكام. لم يصدر منهم ما يقوله المارقة، لم يصدر منهم الكفر البواح بالقياس إلى ما صدر من يزيد وأمثال يزيد من الأمويين. لم يصدر من هؤلاء حكام كما عشر مما صدر من أولئك، فأولئك لم يكفروا، لم يعزلوا من الإمامة، لم يخرجوا من عنوان الإمامة والإمام ومفترض الطاعة، فكيف يخرج هؤلاء؟ فإذا وجد فيهم الإمام فلماذا تخرجون وتؤسسون لإمام؟ تفسير القرطبي. إذا انتهينا من ابن كثير وسيأتي الكلام إن شاء الله، نحن آخر مقطع في دال. ماذا قال ابن كثير؟ قال: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة. هذا الذي ذكرناه إلى أن انتهى الكلام إلى هنا، إلى قال: وهذا قول الجمهور. طبعا ذكر ما ذكره القرطبي مع تصرف منه. وأيضا لا ننسى بأنه أيضا ابن كثير التفت جيدا، أتى هنا قال تحدث عن العصمة، قال: ولا يشترط الهاشمي والمعصوم من الخطأ خلافا للغلاة والروافض. إذن الروافض في ذهنه، الغلاة في ذهنه، الروافض في ذهنه، الشيعة في ذهنه. لكن الآن لو تسأل كل المسلمين من السنة والشيعة، من الذي يقول بالوصية؟ ماذا يشاع بين الناس؟ ماذا يقال بين الناس؟ من الذي يرفع عنوان الوصية والوصية من النبي بشخص بالإمامة أو بالخلافة؟ أليس الشيعة هم من يرفع هذا؟ أليس المارقة يكفرون الشيعة لأنهم يقولون بأن النبي قد أوصى؟ لكن مع هذا ماذا يقول؟ التفت كيف يغررون بالناس. لكن هذا التغرير الآن مع وسائل التواصل الحديثة صار عبارة عن الخزي والعار والنار على من يفعل هذا ويدلس بهذه الصورة الفاحشة. سابقا لا يوجد، يوجد متحدث، يوجد راوي، يوجد من يقص على الناس شخص، ولا يوجد وسائل كتابة ولا وسائل طباعة كما في العصر الحالي، ولا يوجد وسائل اتصال كما في العصر الحالي. ماذا يقول إذن؟ يقول: والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة، طائفة من أهل السنة في أبي بكر. بينما لما تسأل أهل السنة، عموم أهل السنة يقولون هذا القول بالنص على شخص، هذا النص هذا بدعة يختص به الشيعة، هذه بدعة يكفر على أساسها الشيعة. وهنا لاحظ كيف يريد أن يدلس على الناس ويغرر بالناس. تفسير القرطبي قوله تعالى: وإذ قال، قلنا لأن انتهينا مع ابن كثير بقول القرطبي وبشهادة القرطبي، نأتي هنا بالقرطبي وبتفسير القرطبي. تفسير القرطبي قوله تعالى: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أقول الكلام مع القرطبي في موارد. المورد الأول: قال القرطبي فيه 17 مسألة، الأولى الثانية إلى أن يصل إلى الثالثة. قال الثالثة: قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. والكلام للقرطبي: جاعل هنا بمعنى خالق. التفت: خالق. إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني خالق في الأرض خليفة، جعل تكويني خلق إلهي، إني جاعل في الأرض خليفة. فقط لا نريد أن ندخل في تفصيل، لكن لاحظ قضية التأكيد
هنا على الجعل التكويني لم يقل إني جاعل في الأرض، لاحظ الخليفة الإمامة يعني لم يقل إني جاعل في الأرض آدم أو خالق في الأرض إنسان أو بشر أو آدم وجاعل آدم خليفة. الخطاب والجعل والخلق بالمباشرة توجه إلى جعل وخلق الإمام، خلق الخليفة، وضمن طبعا هو الخليفة آدم سلام الله على آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل هنا بمعنى خالق، ذكره الطبري عن أبي روق ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد، وقد تقدم يقول والأرض قيل إنها مكة. ويكمل القرطبي لازلنا في المورد الأول يقول قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل الخليفة هنا آدم، التفت جيدا، قال ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل إلا المارقة، قال ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل إلا المارقة أهل التكفير جماعة الدواعش الفكرية والقلبية والجسدية والسلوكية، هم دواعش، هم مارقة في كل شيء. الكلام للقرطبي قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل الخليفة هنا آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره. يقول الخليفة آدم، ما معنى الخلاف الخلافة هنا؟ يقول وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض، كما في حديث أبي ذر قال أبو ذر قلت يا رسول الله أنبيا كان مرسلا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. يقول القرطبي ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، لاحظ لأهمية الرسالة، لأهمية الخلافة، لأهمية الإمامة، لم يكن في الأرض أحد، مع هذا جعل الله الخليفة بنفسه، الله جعل وتصدى لجعل الخليفة، لجعل الإمام، لجعل الإمامة، لاحظ ليس فقط جعل عنوان الإمامة وجوب الإمامة، وإنما حدد الإمام، شخص الإمام، خلق الإمام، جعل الإمام، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الإمام، وقبل خلق الناس، وقبل خلق باقي الناس، وقبل وجود أحد في الأرض، فقط آدم، وجعل الإمامة، وجعل آدم إماما قبل أن يخلق غير آدم. يقول ويقال لمن كان، ويقول لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، فيقال كان رسولا إلى ولده، بعد ذلك صار عنده الأولاد، كان رسولا إلى ولده وكانوا 40 ولدا. الآن يقول وعاش 930 سنة، هكذا ذكر أهل التوراة وروي عن وهب أنه عاش 1000 سنة. إذن هذه أيضا معلومة من أين؟ القرطبي يقول هكذا ذكر أهل التوراة، إذن من أين أتى بهذه المعلومة عاش 930 سنة؟ من أهل التوراة. يقول وروي عن وهب أنه عاش 1000 سنة. المورد الثاني قال القرطبي، الرابعة قال الكلام هو في مسائل، فالرابعة عنده قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به كلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. التفت جيدا، يعني هذا الكلام إلا ما روي عن الأصم، وأنا أضيف له إلا ما روي عن ابن كثير فهو أصم، على قول القرطبي يقول إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، ويشمل ابن كثير. إذن القرطبي يقول الرابعة هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال إنها غير واجبة، قال إنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك أن الأمة متى أقاموا
حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزاءهم ذلك ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. إذن نقل قول الأصم ماذا يقول؟ يقول إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزاءهم ذلك ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. يقول القرطبي ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ما هو الدليل على وجوب نصب الإمام؟ يعني يخالف الأصم هنا. يقول ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أنا أتيت بتكملة النص. يقول لماذا جعله في الأرض؟ يقول فاحكم بين الناس بالحق. إذن يقول القرطبي وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي أو آيات. أقول الأصم من متكلمي المعتزلة كان ناصبيا معروفا في بغضه للإمام علي عليه السلام، بل وتفضيله معاوية على علي عليه السلام، إضافة إلى موافقته وتأييده للخوارج كما يظهر في العديد من الموارد التي صدرت منه ونسبت إليه. ولكن مع هذا فإن ما طرحه القرطبي هنا غير تام، كما أن جل ما سجل على المعتزلة غير تام، بل يرجع إلى قصور في الفهم أو الغفلة، بل يرجع إلى قصور في الفهم أو الغفلة أو المغالطة والتدليس والافتراء. ونحن لا نحتاج الرجوع إلى المصادر لمعرفة قول الأصم ومراده، بل نكتفي بما قاله القرطبي والكلام في خطوات. خطوة أليف، أقول الكلام المنسوب إلى الأصم ليس فيه ما يشير إلى أنه ينفي وجوب الإمام مطلقا، فلا يشير كلامه إلى أن الإمام غير واجب في الدين، بل أن المعنى راجع إلى منهجه أو إلى منهج المعتزلة المتكلمين في التفكير العقلي واستنطاق العقل في فهم المعاني، فيصيبون ويخطئون. وفي مقامنا فإن الأصم يدرك كما غيره يدرك أن العلة من وجود الخليفة، من وجود الإمام الخليفة الإمام، هي للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. خطوة باء، الواضح والثابت عند كل إنسان عاقل وإن كان جاهلا أنه لا يوجد أثر إذا لم يوجد المؤثر، ولا يوجد مسبب إذا لم يوجد السبب والمسبب، ولا يوجد معلول إذا لم توجد العلة. بمعنى أنه إذا انتفى المؤثر والسبب والعلة فإنه ينتفي الأثر والمسبب والمعلول. والأصم المعتزلي يطبق هذه المقدمة في المقام، فيقول في المقام إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام الخليفة. يعني بمعنى ما هو الغرض من وجوب تنصيب الإمام؟ يقول لوجود خلافات، لوجود تناقضات، لوجود نزاعات. إذن وجود الخلافات والتناقضات والنزاعات هي السبب في وجود الخليفة، في وجود الخلاف، الإمام المسبب المعلول الأثر. إذن نفسر نبين ما يريد الأصم. يقول إن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام.
طبعا عندما نقول إن المؤثر وسبب العلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم بين الناس، طبعا ليس هو المقصود هذا، وإنما علاج ذلك، القضاء على ذلك. إذن حتى تكون المقدمة أكثر دقة حتى لا تمر على أذهان البعض بعض الشبهات، أقول إن المؤثر وسبب العلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، ووجوب علاج ذلك والحكم به حتى يسود العدل. أو بعبارة أخرى نقول إن المؤثر والسبب والعلة هو الحكم بين الناس، ووجوب علاج وإنهاء الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. هذه المقدمة أولى. إذن المؤثر والسبب والعلة هي وجوب الحكم بين الناس وعلاج وإنهاء الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. مقدمة أخرى، وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام الخليفة وجعل الله له ووجوب جعل الله له وخلق الله له، يعني بعبارات لا يحصل عندنا بعض الشبهات في الأذهان، عبارات مختلفة أتيت بالمقدمة الأولى بصياغة أو بعبارات مختلفة، وأيضا هنا المقدمة الثانية أقول ما هو الأثر، ما هو المسبب، ما هو المعلول. إذن الإمام الخليفة فيجعل أو جعل الأثر هو وجوب جعل الخليفة، وجوب خلق الخليفة، وجوب خلق الله للخليفة، وجود الخليفة، وجوب وجود الخليفة، أي تعبير من التعابير. أقول وأن الأثر المسبب والمعلول هو الإمام وجعل الله له ووجوب جعل الله له وخلق الله له ووجوب خلق الله له ووجوده أي الإمام ووجوب وجوده. الآن مقدمة ثالثة أو نتيجة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، يعني إذا انتفت الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، إذا انتفى هذا أي إذا انتفى وجوب علاج وإنهاء تلك الخلافات والحكم بينها لأنها أصلا غير موجودة، لأنها أصلا قد انتفت، لأنها أصلا قد حلت، وإذا انتفت العلة يحتاج إلى معلول، أو هل نتحدث بالمعلول، أو هل يوجد معلول، أو هل يوجد حاجة لمعلول، أو هل يتحقق المعلول، ينتفي المعلول. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا انتفت الخلافات والصراعات والمظلوميات بين الناس وساد العدل والإنصاف وقاموا بكل الأحكام التي من أجلها جعل الله الإمام، فإنه ينتفي وجوب خلق وجعل الإمام. جيم خطوة جيم، بمعنى أنه وكما قال القرطبي، ذكرنا سابقا كما قال القرطبي حسب ما نقل ابن كثير قبل قليل ذكرناه، قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا قال ابن كثير عن القرطبي قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي مقدمة الواجب واجبة. وهنا ما هو الواجب؟ الواجب هو الحكم بين الناس وعلاج الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. لاحظ، إذن عندي الواجب هو وجوب الحكم بين الناس وفض الخلافات والتناقضات والنزاعات وإلى آخره، هذا هو الواجب. مقدمة هذا الواجب هو وجود الإمام، وجوب تنصيب الإمام، إذن وجوب حل الخلافات والتناقضات والنزاعات له مقدمة للحل، حل الخلافات والنزاعات والتناقضات والصراعات له مقدمة. ما هي المقدمة؟ تنصيب الإمام، وجود الإمام. الآن إذا لا يوجد خلافات أصلا، الخلافات محلولة، التناقضات محلولة، النزاعات محلولة، لا يوجد صراعات، لا يوجد ظلم، يوجد إقامة حدود ويوجد نصر للمظلوم وعقاب للظالم، إذن هل نحتاج إلى وجود إمام؟ إذا كانت القضية محلولة، إذا انتفت الخلافات والتناقضات، صار وجوب حل الخلافات والتناقضات والنزاعات من السالبة بانتفاء موضوعها. إذا كانت الخلافات والتناقضات والنزاعات منتفية أصلا، فهل نتحدث في وجوبها؟ فإذا لم يكن عندنا واجب، لا يوجد واجب، فما هي مقدمة الواجب حتى نتحدث عن وجوب مقدمة الواجب؟ نحن قلنا مقدمة الواجب واجبة،
إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. هنا هل وجب الشيء؟ لا يوجد شيء أصلا، لا يوجد خلافات، لا يوجد نزاعات، لأنها محلولة أصلا. فإذا انتفى هذا ينتفي وجوب تنصيب الإمام. هذا ما يريد أن يقول الأصم، وهذا ما قاله الأصم. فأين الإشكال وأين المشكلة على الأصم؟ إذن هذا عندي جيم دال بمعنى أنه لماذا جعل الله الإمام؟ فالجواب للحكم بين الناس وحل الخلافات والنزاعات والصراعات بين الناس. ها خطوها على فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال. يسأل السائل أنه إذا انتفت كل الخلافات والصراعات والنزاعات وساد العدل والإنصاف، فهل نحتاج للإمام؟ وهل يجب جعل الإمام؟ ولأي غرض سيجعل الإمام بعد فرض انتفاء العلة وانتفاء كل خلاف ونزاع وصراع وصار العدل والإنصاف والإحسان؟ لا جواب. خطوة أخرى، واو، والمتوقع من المغالطين وأصحاب الفكر المارق والتكفير أنهم سيأتون بجواب من القرآن، ولو تنزلنا وسلمنا بصحة وتمامية الجواب فكيف سيكون البيان والحجة على من لا يعتقد بحجية القرآن، ومن لا يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بغيرها من كتب السماء؟ لا جواب. خطوة أخرى زاي، ومرة أخرى نغير صيغة الكلام فنأتي بالسؤال المهم الأصيل، وهو لماذا جعل الله الخليفة الإمام؟ لماذا جعل الله الإمام؟ لماذا جعل الله الخليفة؟ هل من جواب؟ إن كان الجواب أنه سبحانه وتعالى قد جعل الإمام للحكم بين الناس وإقامة الحدود وإقامة العدل والإنصاف، فهنا سؤال وسؤال. سؤال أول، هل تحقق الغرض من وجود الإمام؟ فهل تحقق وانتشر العدل والإنصاف في الأرض في البلدان وبين العباد في زمن من الأزمان منذ الخليفة الأول إلى الثاني والثالث رضي الله عنهم مرورا بعلي عليه السلام فضلا عن غيرهم من حكام؟ تحدثنا عن العصر الإسلامي الآن، وطبعا يشمل ما قبل الإسلام. فمتى سيتحقق الغرض الإلهي الحقيقي الواقعي التام الذي من أجله جعل الله الخليفة والإمام في الأرض ولجميع الناس؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا لا يترك الله تعالى العبادة في خلاف وصراع ونزاع وحروب وقتل وقتال وظلم وقبح وفساد، فلا يجعل لهم إماما؟ يترك الناس على ما هم عليه، فلا يجب عليهم تنصيب الإمام، ولا يخلق إماما، ولا يجعل إماما. لماذا لا يترك الله العباد على ما هم عليه وما هم فيه؟ هذه الخطوة زاي. الخطوة حاء يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.